متابعي قناة هل تعلم؟ السلام عليكم، تقبل الله صيامكم بمزيد من الأجر والثواب. إن طلب مني أن أحدد معنى الإسلام فإني أحدده بهذه العبارة: الإسلام هو الحضارة. شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب. الإمام عبد الحميد بن بادس. سيتجه مسار رحلتنا اليوم إلى الجزائر، ولكن يجب أن نعترف في البداية أن تاريخ الجزائر القديم والحديث كان شيئا غامضا بالنسبة لأغلبنا، بل إن تاريخ المغرب الأقصى بما يتصل به من تاريخ الأندلس وتاريخ تونس بما تحمله جامعة الزيتونة من قصص وأخبار كان أوضح لنا من تاريخ الجزائر نفسه. الحقيقة أننا عندما قلبنا صفحات التاريخ عن قصة هذا البلد القوي وجدنا أن للجزائر تاريخا أقل ما يقال عنه إنه تاريخ يكتب بماء من الذهب. شعب أبي قدم للعالم أجمع مثلا يحتذى به في الصمود والعزة بالنفس على مر العصور. وقد يخطئ الكثيرون بتسمية هذا البلد ببلد المليون شهيد، فالجزائر قدمت على مر العصور الملايين من الشهداء في سبيل نصرة دين الله وحرية الإنسان، فهي بلد الأحرار وأرض الأبطال على مر العصور. ولأن الحديث عن تاريخ الجزائر في نصرة دين الله أمر يطول شرحه، فإننا سنركز في هذه الحلقة على قصة بطل من أبطال الجزائر حمل في وجدانه كل معاني الشهامة والبطولة والمروءة. بطلنا العظيم هذا لم يكن مقاتلا يحمل السلاح، لكنه كان مجاهدا أحيا الله به الشعب الجزائري بأكمله. كان الإمام عبد الحميد بن بادس أمة لوحده، هو سليل عائلة مجاهدة في أرض الجزائر. جده الأكبر هو البطل الإسلامي الكبير المعز بن الإمام عبد الحميد بن بادس. ظهر في زمن يدعو لليأس والكآبة، زمن انطفأت فيه شظية المقاومة ودب فيه اليأس في قلوب الناس، ولكن هذا الزمن هو أيضا زمن ظهور الرجال الحقيقيين. تبدأ القصة من التنشئة الصالحة، عندما يرزق الله تعالى الإنسان أبوين صالحين يعلمانه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وحب الوطن والجهاد في سبيل الله. هكذا نشأ ابن بادس حافظا للقرآن ذاكرا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فبعثه أبوه إلى جامعة الزيتونة لينهل من علمائها العلم، ومن هناك توجه إلى الحجاز لأداء فريضة الحج. في المدينة المنورة قابل رجلا هنديا أصبح له فضل على كل جزائري إلى يوم الدين. لقد قابل الشيخ حسين الهندي جزاه الله كل خير، فنصحه الشيخ الهندي بالعودة إلى الجزائر والتركيز على إعادة الناس فيها إلى دين الله أولا قبل التفكير في أي شيء آخر. وفعلا أخذ الإمام بنصيحة الشيخ حسين الهندي وعاد إلى الجزائر يعلم فيها الناس العربية والإسلام، فأنشأ الصحف والمدارس لتوعية النشء الصاعد. وهنا يأتي دور العظماء في بناء الأمم، فالبناء يجب أن يكون صحيحا منذ البداية لكي يضمن الاستمرارية والبقاء. فالإمام عبد الحميد زرع النبتة وسقاها وصبر عليها حتى أثمرت. في عام 1931 ميلادية أسس الشيخ ابن بادس جمعية العلماء المسلمين، فحارب من خلالها البدع التي كانت منتشرة في الجزائر تحت رعاية الفرنسيين، وقام بمحاربة الفرق الصوفية الضالة التي كانت غارقة في الرقص والغناء في الموالد والاستغاثة بالأموات من دون الله، وقام بنشر الدين الإسلامي الصحيح كما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. عندما بلغ الشيخ 51 من عمره مات رحمه الله دون أن يرى الاستقلال بعينيه، ولكن الجيل الذي رباه الإمام عبد الحميد بن بادس هو نفسه الجيل الذي أشعل ثورة الاستقلال، فتقدم المجاهد تلو المجاهد لمقاومة الفرنسيين. وفي عام 1962 ميلادية وبعد أكثر من 130 عاما من الاحتلال الفرنسي نالت الجزائر استقلالها، ومحق الله كيد الصليبيين الذين مكثوا كل تلك الفترة لتنصير الجزائريين.
فالجزائر اليوم تتجاوز فيها نسبة المسلمين 99%، فالحمد لله له الفضل، ورحم الله مجاهدي الجزائر الأبطال وشهداء الجزائر الأبرار، ورحم الله الإمام ابن بادس الأمازيغي الذي دافع عن العرب منشدا قبل أن يسلم الروح لبارئها: إذا هلكت فصيحتي تحيا الجزائر والعرب. انتظرونا في الحلقة القادمة، فوجهتنا قد تكون البلد التي تسكن بها، وقد يكون العظيم موضع الحلقة القادمة أحد أجدادك، فكونوا في الموعد. إن أعجبك هذا الفيديو من قناتنا هل تعلم، فلا تنسى الإعجاب والاشتراك. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.